السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنبدأ مع شروح دروسات تعرضنا لها من قبل، لكن عند الدخول في الامتحانات وجدنا أن التلاميذ يعانون من هذا المشكل، خاصة الكثير من الأولياء يكتبون لي في التعليق أني لا يفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي. طريقة بسيطة جدا، في دقيقة واحدة سأشرحها، عليك فقط أن تركز. أبدأ مع الجملة الأولى: زال الخوف من قلوبنا. أعيد: زال الخوف من قلوبنا. الجملة الثانية: كتب المعلم الدرس. كرم الأستاذ المتعلم. نعود قليلا إلى الخلف، قلنا أن الفعل المتعدي هو كل فعل يحتاج إلى مفعول به، والفعل اللازم هو الذي لا يحتاج إلى المفعول به، يكتفي فقط بالفعل. هناك من لم يفهم هذه القاعدة، أعطيه طريقة أخرى. سأستعمل أو سأستنجد بالضمير أو الحرف هاء. هذا الحرف هاء هو يعتبر ضميرا يعوض المفعول به، سندخله على الفعل. نذهب إلى الجملة الأولى: زال الخوف من قلوبنا. أقوم بمسح هذه الجملة كاملة وأترك فقط الفعل. أين الفعل؟ زال. لماذا؟ لأن هذه إذن جملة فعلية، هذا فعل. أقوم بإدخال الهاء عليه وماذا أقول؟ وهذا يصبح زال هو. هل نستطيع قول زاله؟ هل هذه الكلمة صحيحة؟ هل هذا الفعل صحيح؟ لا. بما أنه عندما نقوم بإدخال الهاء على الفعل في الجملة ولم يقبلها ولم يعطيها أو ما لا يكون عندها معنى، لا يكون الفعل عنده معنى، أقول أن هذا الفعل لازما لا يحتاج إلى مفعول به. أعيد: أقوم بإدخال الهاء على الفعل، إذا قبله فهو فعل متعدي، إذا لم يقبله فهو لازم. ما معنى لا يقبله؟ عندما أدخل عليه الهاء لا يكون بالفعل معنى، فهمنا؟ نجرب ذلك على الفعل الثاني: كتب المعلم الدرس. هيا لنبحث عن الفعل، أين الفعل؟ كتب. أقوم بإدخال عليه الهاء، ماذا أقول؟ كتبه. نقرأ فقط الفعل، لا نقول نقرأ الجملة كاملة، نقول الفعل كتبه. هل الفعل كتبه صحيح؟ نعم صحيح، أي أنه فعل متعدي. نذهب إلى الجملة التالية: كرم الأستاذ المتعلم. أين الفعل هنا؟ كرم. أقوم بإدخال عليه الهاء، كرمه، تصبح كرمه. هل هي صحيحة أم لا؟ هل هذا الفعل صحيح؟ نعم صحيح، أي أنه متعدي. إذن بسرعة أقوم بإدخال استخراج أولا الفعل، ثم أقوم بإدخال عليه الضمير هاء أو الحرف هاء في آخره. إذا قبل هذا الفعل وأصبح له معنى فهو فعل متعدي، إذا لم يقبل فهو لازم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.